انا ما سمعتش من كله، انا سمعت بس من اخوه يعني للاسف. كلام عك وملوش اي جوانب من الصحه خالص يعني. عمر انا كان صديق يعني كنت انا هو بليغ عباره عن ان احنا في اي وقت هتلاقي عمر وبليغ جايين البيت يفتحوا التلاجة لقوا فول يطلعوه سخنوه مش عارف ايه حاجه كده عند عمر عندي، يعني كنا اصدقاء بجد يعني. عمر كان طفل بجد يعني مهما انكبر في طفولة. انا فاكر يوم ما احنا روحنا كان رئيس السادات رحمة الله عليه كان بيعمل حول 5 يونيو اللي هي النكسة بتاعت 67 حولها الى احتفالية عشان الناس تنسى حتة الايه النكسة دي، وعمل احتفالية وكنا بنروح الجيش التاني في اسماعيلية نحضر احتفالية مع فايزة، اطلع نقدم فايزة عمر يقدم العزة بيه مش عارف حاجات كده. فهو احنا رايحين قال لي ما هنطلع بعربية واحدة، قلت له ماشي، حتى خدنا اللبلبة معانا في القعدة بتاع الكنبة ورا، وكانت عربية عمر جديدة خالص امريكاني، وفرحان جدا بالحاجات اللي هي التكنولوجي اللي فيها فيكس سبيد مش عارف ايه كل ده، كان اول مرة ينزل مصر. قال لي شوف فيها ايه زي العيال. وروحنا خلصنا الحفلة بتاع عمر. يوم الواقعة احنا كنا صارين مع بعض، انا كان مفروض طيارتي الساعة 6 الصبح لباريس، مسافر باريس، واحنا كنا عند محمود كامل ياسين رحمه الله عليه، وكان معانا سعد مطوع اللي هو وكيل شركه فولفو في مصر، هو كويتي وكيل شركه فولفو وصديق لمديحه كامل. فهم قالوا لي تعالى نطلع الهرم نكمل السهره، قلت له لا مش هلحق، انا دوبك هروح اوضب شنطتي، كانت ساعتها كانت الساعه 2:30 تقريبا كده، قلت له يا دوبك هعد شنطتي واطلع المطار. بس نزلوا هم زي ما بقول لك عيل عمر عيل، وسعد ده وكيل فولفو مع عربيه فولفو، عمر مع الامريكاني. فجريوا في شارع بالليل بقى يعني شارع فاضي تقريبا، جريوا بيسابقوا بعض. فجم عند خريستو اخر شارع هرم، عربيه طالعه فكانت هتخش في سعد اللي هو يمين عمر، فهو جنح على عمر، عمر راح طالع على الرصيف دخل في العمود، حصل اللي حصل. ما هو كان برد فده في الازاز اللي جنبه كويس، فالازاز لما كسر اللي جنبه بتاع اللي هو زي ازاز الباب مش البرابليز راح داخل في رقبته، كان ممكن يعني فكره ينقذوه، الاسعاف اتاخر فالنزيف صفى دمه قبل ما خدوه المستشفى كان خلاص. فدي مساله يعني قدريه من الدرجه الاولى. وبعدين ما فيش حاجه اسمها كامب ديفيد والعك اللي قالوه ده، لا 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 معلش، لا اخوه بقى معلش، يعني انا ما بحبش العك في حاجات يعني ما عندوش مستندات، ما فيش مستندات يعني عادي. وسعاد كانت حبيبتي وحبيبه عمر وحبيبه علي، يعني سعاد يعني بدانا معها انا وعمر في 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 وادي تقيل، اول فيلم عملناه مرورا بكل افلام سعاد حسني، واخد بال حضرتك يعني ايه يعني المساله مش معرفش هو قصده يعني ايه يعني حته يبعد عن سعاد حسني. يعني سعاد ما علنتش الحرب على صفوة شريف الا في اخر ايامها، ده كان في لندن اخر ايامها اعلنت الحرب.